شملت جولة وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد في محافظة طرطوس مشاغل إنتاج السجاد اليدوي ومستشفى البر الخيري في بانياس ومدرسة دار الأمان لأبناء الشهداء. الحقيقة اليوم نحن بطرطوس عم نزور استكمالا لزيارتنا باللاذقية مراكز الريفية التابعة لوزارة الشؤون وصولا إلى بانياس، منها وحدات تصنيع السجاد المختلفة، واليوم نحن بمعرض التسويق للسجاد المصنع من السيدات في تلك القرى. جاري حاليا إعادة النظر بمنظومة العمل بشكل كامل من حيث حوافز السيدات، من حيث مشاركتهم في الأرباح، من حيث عقود مسبقة، من حيث التسويق، من حيث التصدير. طبعا زيارة السيد الوزير تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في إطار المتابعة لمراكز التنمية الريفية من حيث الخدمات التي تقدمها هذه المراكز. فعندنا مركز التنمية الريفية يقدم العديد من الخدمات والأنشطة، منها إنتاجي ومنها تدريبي. المركز قدم فرصة عمل ل 30 سيدة، بالإضافة لإحياء مهنة تراثية هي السجاد اليدوي. أمنياتنا أن تثبيت العقود، كون صار عندنا خبرة نحن من 2016 بنشتغل بهالمهنة هيدي.